أهلا من جديد. شبكية العين هي الأكثر تأثراً بداء السكري، إلا أن الكثير من مضاعفات السكري التي تهدد النظر يمكن علاجها، خصوصاً إذا شخصت في بدايتها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو جراح العيون الدكتور سامر عبد الهادي. صباح الخير دكتور. صباح النور، يا أهلا وسهلا. ونركز إذن عن هذا الموضوع، السكري وأثره على شبكية العين. في الواقع قديش مرضى السكري أحياناً يتجاهلوا زيارة طبيب العيون؟ الحقيقة هاي يعني شغلة كتير مهمة إنه نوجه لهالناس اللي عم بسمعونا الآن المصابين بالسكري، نوعيهم بقديش مهم إنه أنتوا تروحوا تنفحصوا. يعني الفحص المبدئي والكشف المتكرر هذا عم بحميهم من حدوث مضاعفات التي قد تؤثر على الرؤية والتي قد تصل إلى مرحلة لا تعالج، خصوصا إذا إحنا بنعرف قديش نسبة انتشار السكري عند المواطن العربي، خصوصا إحنا هلأ موجودين بدولة خليجية. إحنا بنعرف إنه نسبة الانتشار السكري في دولة زي الإمارات عم بيعطونا أرقام 20%. يعني أنت تصور إنه كل 10 بني أدمين واحد منهم مصاب ب أو 2 منهم مصاب بمرض السكري. المشكلة بمرض السكري هو النفسية المريض عندنا، التواكلية اللي بيقول لك ما هو خلاص ربنا بيلطف، بياكل سكر، بياخدش علاج، بتابعش، بيعملش فحوصات السكري اللي لازم يعملها بصورة متواصلة، وبالتالي بتبتدي تأثر على الشبكية. هلأ الشبكية هي الفيلم تبع الكاميرا، مزبوط. يعني الكاميرا تبعت زمان، اليوم بطلت صارت ديجيتال، كان فيها فيلم من جوا وقدامها عدسة. هلأ فيلم الكاميرا إذا انحرق، يعني إذا تعلل، إذا صار في مشكلة زي شبكية العين، يعني الأهم في الجزء في العين بالضبط، واحد من أهم أجزاء العين، فإذا ما تضرر يصبح من الصعب جدا إعادة إصلاحه مرة تانية في المراحل المتقدمة منه. طيب دكتور سامر، يعني هل كل إنسان مصاب بالسكري حتما سيصاب بمرض في العين، أو أنه الشبكية عنده حتى لو أنه كمان كان بيحاول يكون صحي قدر الإمكان؟ يعني الواقع أنه تزداد نسبة حدوث مضاعفات السكري على الشبكية بازدياد الفترة اللي المريض مصاب فيها من السكري. يعني كل ما تقدم يعني مثلا مريض عنده سكري 10 سنوات، احتمالية حدوث مضاعفات بالشبكية أكثر من واحد الآن مصاب. مريض مثلا بدخن، يعني التدخين هذا شغلة أساسية بالضرر على شبكية العين وجسم الإنسان عموما. عدم الحركة، عدم النشاط، هذه كتير كتير مهمة. طب بنقول إنه هو بس بيحافظ على السكري بشكل عام، عنده برضه عرضة بيكون كمان ما بيتغير هذا الشيء؟ يعني بتم في احتمالية الإصابة، بس بتم نسبة حدوث ضرر على الرؤية أقل منها. لذلك يعني لما إجينا إحنا في بمركز عبد الهادي للعيون بلشنا نعمل هذه الدراسة على مرضى السكري، وجدنا أنه في حاجة للتوعية أكثر من هالعلاج. التوعية. طيب دكتور الآن شو المجالات الأخيرة، يعني آخر المجالات الطبية لعلاج هذه المشاكل؟ خلال السنوات الماضية صار في إضافة شديدة كبيرة جدا بوسائل العلاج، أجهزة العلاج، والتقنية الحديثة، التدريب والأطباء المتخصصين. يعني شو ساعدت على طبيب العيون وسهلت له؟ يعني مثلا زمان لما كان يصير عنده مريض، المريض الشبكية كان يصير نزيف داخل العين. يعني إذا افترضنا عشان نسهل على المشاهد، العين عاملة زي الكرة، الكرة فاضية من داخلها. طيب مزبوط. إذا دخل دم في قلبها كان يسكرها ويبطل، يفقد المريض الرؤية. اليوم صرنا نعمل عملية عن طريق إنه ندخل إبر صغيرة من بياض العين وننظف العين بدقائق، وتاني يوم المريض هذا اللي كان ما بيشوف. هاي الإبر بتفوت يعني بالعين نفسها على بياضها؟ بالضبط طبعاً، يعني الشغلة ما بتخوف، بس صارت تنعمل ببنج موضعي. المريض بطل يقعد في المستشفى، يعني صارت العملية تنعمل بحالات يومية، يعني خلال ساعة أو ساعتين. الدكتور إذا رمش داخل بعينه بيضله مفكر عينه أفسد شو صار له، فما بالك بإبر. الفرق بين الرمش وبين الإبر إنه الإبر بدخلها طبيب متخصص. لا يعني إبر من هذه الإبر العادية، يعني
هي أجهزة، هذا جهاز غالي جدا، يعني هم احنا بنعمل ثلاث غالي ولا مو رخيص حيدخل في العين دكتور ما تفرق يعني بنعمل ثلاث ابر، واحد تخيلي واحده بدخل ضوء داخل العين عشان نضويها، واحد ثاني ملقط عشان نقدر نشتغل فيه، الثالث مي بدخل في قلب العين عشان نخليها انفليتد ونطلع الدم اللي موجود داخل العين. طب وقديش نسبة نجاح هذه العملية؟ عالي جدا عالي جدا. يعني بنتكلم نسبة يعني ما هي بتعتمد بين مريض لمريض إنما على الأقل يعني صارت تعطينا أمل للمرضى السكري المصابين بهاي المشكلة إنه يصير يرجع يشوفه. أيوه يعني شفاء، بتصير في شفاء يعني. نعم ممكن نعم. ترجع يدهور تاني الشخص أو لا، طالما السكري موجود معناها على المريض المصاب بالسكري متابعة الطبيب حتى بعد العملية. وزي ما احنا بنعرف السكري بيأثر على الشرايين تبعت الجسم بما فيها القلب. يعني العين هي مرآة لما يحدث داخل الجسد. طيب دكتور، يعني المصابين بالسكر وإن كان السكري عندهم تحت السيطرة ومضبوط، كل قد ايه يجب انه يروحوا عند الطبيب لفحص العيون؟ هلا بداية يجب ان يذهب كل سنة. كل سنة تمام. ولذلك هذا نداء نقوله لأطباء السكري، يعني أطباء السكري ما هم بيحاولوا بيحاولوا بيقولوا روح يفحص شبكية ذلك. إنما عندما يحدث اعتلالات بالشبكية بصف الطبيب العيون هو اللي بيشير على المريض بفترة المراجعة تبعته. طبعا اليوم مش بس عمليات، يعني مش بس نشيل الدم، يعني احنا بنعرف انه السكري بيؤدي الى رشوحات بالشبكية. يعني دائما نضرب مثل بسيط، اذا عندك بربيش خرطوم مي بايب بتسدس زرع فيه من مكان لمكان، المفروض انه هذا الخرطوم ما ينفذ مي ان بتوين بين الوصلتين، فمريض السكري للاسف هذا البربيش تبعه بيكون مخرم فبيطلع منه رشوحات. اليوم صار في علاجات تراجع تعالجها. فلذلك اللي يعني الرسالة اللي حابين نوصلها إنه نحن في أطباء العيون بالتخصصات الحديثة والأجهزة الحديثة صرنا قادرين نعالج كثير من مضاعفات اللي عم بتصير داخل العين من مرض السكري. أيوة. طب إيش في نصائح عامة نقدر نعطيها لمريض السكري للحفاظ على عيونه؟ أول شيء لازم يهتم بصحته العامة. يعني ما بتتصوري إذا توقف عن التدخين، إذا مشي يعني إذا لعب رياضة، بلاش لعب رياضة بنادي رياضي بس تمشى فترة، توقف عن التدخين، حاش حياة طبيعية، ضبط السكري، راجع طبيب السكري. يعني هذا كله بيؤدي إلى صحة أفضل وأمان أكثر لصحته العامة. دكتور سامر عبد الهادي جراح العيون، نشكرك على وجودك معنا. ألف شكر لك. تسلم. أهلا وسهلا.